عسلامة الناس الكل، بتي بودكاست كيستيون ريبونس. كنت نجاوب في مرأة تسأل فيا كيفاش تعمل مع رجلها اللي ما يفهمش، ما يحسش بها، مش مقتنعة بالليزومبيسيون بالأفكار اللي عندها في مخها، وهي تحب تعمل كذا وتحب كذا وهو ما يفهمش وما يسمحهاش وكذا. دونك أنا قعدت نحكي معها، ونحب دونك نوجه الفكرة هذه للنساء الكل والرجال زادة اللي عندهم نفس المشكل متاع ما يفهمنيش ولا ما تفهمنيش ولا اش بيك ما تشجعنيش، كان انا نحب نعمل بروجي، كان انا نحب نعمل كذا، نحب نحل جناحاتي، نحب كذا، كل كسوا معناها لا دوموند. فهمت انا شنو نحب نقول لك واللي قلته للمراه هذه؟ ما تطلبش من العباد باش يفهموك، انت علاش تنتظر من العباد باش هما يفهموك؟ علاش بوركو tu as besoin de la validation des autres؟ علاش يلزم العباد يطبعوا لك في ورقه اللي هما موافقين؟ والله مالروزمون ممكن احنا تلمو مستسين بالادارات وامشي ايجا والاوراق، وطبعا الاوراق انكونسيامون ولينا يلزم العباد اللي دايرين بينا، الراجل ولا المراه ولا ولادك ولا والديك، يطبعوا لك في ورقه ولا يعطيوك بون نوت. كيما معناه الانسان في القرايزم لا فاليداسيون دي زوتر، ما تستحقش باش العباد يكونوا فاهمين انت شنو تحب ولا مقتنعين ولا باش يشجعوك، ما تستحقش. وانت علاش تستحق في العباد؟ لازمك تكون متمركز في ذاتك، لازمك تكون عندك اون في انتيريور غيش، تكون مقتنعه بذاتك. والتمركز هذايا في الذات راه موضوع هام ياسر، سينو تعدي حياتك ضايع ولا ضايعه. ناخذ ليكزامبل نتاع لي سيلول اللي في بدننا، وانا ديما نستوحى معناها الافكار من الطبيعه ومن لابيوشيمي لابيولوجي، الحاجات اللي هي نشوفوا فيها بعينينا. دونك سي با اون ايديولوجي، مش هكا افكار في الطبيعه هكا. والطبيعه حسب رايي انا الطبيعه هي معناها المانيوال، معناها الكور نتاع الحياه، ربي سبحانه حط القواعد معناها الكور والتبي الكل نتاع الحياه في الطبيعه، في لي سيلول نتاعنا كيفاش يخدموا، بدننا كيفاش يخدم، الحيوانات مع بعضهم كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، هذاك الكل كونت اون لوبسيرف. كي تاخذ وقتك باش تركز وتثبت في الشيء هذا تفهم برشا حاجات، في عوض باش تضيع وقتك والجناز نتاعك في احفظ صب حاجات اللي هي ما تنجم تستفيد منها بيرسونيلمون حتى شيء. هذا مالوغوزمون اللي صاير، حتى كيف شباب يمشيو يقراو في الكوليج ولا في الليسي حاجات في علوم الحياه ولا الارض ولا الفيزيك ولا اللي هو، بلي شكون فيهم قاعد يستعمل في الشيء هذا في حياته اليوميه ولا قاعد ينفع فيه في حياته اليوميه؟ فايسكو جو دير عليه خاطر جوست قرايه تيوريك ديكونيكتي من لي بوزوان تاعك. اوخ الطبيعه معناها علوم الحياه والطبيعه وعلوم الارض والفيزيك والذبذبات وهذاك الكل يعلمنا القواعد نتاع الحياه. الكل هما تقول انت لغه الاله هي الرياضيات، هي الفيزيك، هي علوم الحياه. دونك انا خديت ليكزامبل نتاع سيلول، قلت لها راهو لا كلي دو لا سانتي بور لا سيلول سي لا مومبران سيلولير. واحنا عندنا في بدنا اكثر من 30 مليار سيلول تقريبا. باش السيلول تبدا في صحه جيده لازم المومبران نتاعها، معناها المحيط الخارجي نتاعها، لي فرونتيير نتاعها، الحدود تقول انت نتاعها يكونوا في صحه جيده. وذاك علاش لازمنا ناكلوا كل ما فيه اوميغا 3، خاطر قالك يغذي المومبران سيلولير، معناها الحدود تاع السيلول تكون في صحه جيده. علاش بوركو سي امبورطون؟ خاطر هي تتعامل مع المحيط الخارجي نتاعها عن طريق الحدود هذوك، معناها تعرف وقتاش تحل، تعرف وقتاش تسكر، تعرف شنو تاخذ وشنو ما تاخذش، تعرف قديش تاخذ من هذا وقديش تخرج من هذا. معناها لي زانتيراكسيون اونتر لا سيلول اي سون انفيرونمون سون ديتيرميني ان غراند بارتي بار لا سانتي دو لا مومبران سيلولير. احنا في الحياه كيف كيف، المشكل حسب رايي اغلبيه العباد ما عندهمش وعي، ما عندوش وعي بالحدود نتاعهم، بكونوا انا راني مكتفي بذاتي، انا لازمني نركز في التفرد ولا الفردانيه نتاعي، لازمني نكون فخور بذاتي وفرحان بروحي كيما انا، وما نستناش باش نعجب العباد ولا باش يوافقوا على افكاري. مش 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 بشرطي هي هما غلطين وانا صحيحه زاده، با دو تو، واصلا انا شي يهمني فيهم هما غلطين ولا، مادام انا مرتاحه مع روحي، مادام انا منسجمه مع روحي
علاش انا ننتظر باش هما يوافقوني ولا ما يوافقونيش، ويشجعوني ولا ما يشجعوني؟ امورهم، كل حد اموره. فن الانسجام كنت نقرا فيها بكري في الكتاب الدوامه اللي عملت عليه بودكاست فيديو بلوتو ريسامون، اسمه الدوامه الفيديو، والكتاب تمشي تكتب في الجوجل تحميل كتب بالعربيه الدوامه تو يخرج لك، هو راهو ترجمه نتاع كتاب باللونجلي اسمه اسك اتس جيفن. حتى اسك اتس جيفن عملت عليه 2 ولا 3 فيديو في الشان يوتيوب هذه اقرا خير، تمشي تكتب اسك اتس جيفن تو يخرج لك. هو الكتاب راهو تلمو هام، مترجم في برشا لغات، وتو انا نعرف وقريته عندي برشا، هما كل مره نرجع كل مره نعاود نقرا شويه باش نفكر روحي، خاطر الانسان ينسى، راهو الانسان ينسى، انسان ينسى، فهمت؟ دونك المخ كيما اللوجيسيال، انت كي ما تعملش ميزاجور اللي انت تحب عليها، السمارت فون نتاعك يعمل ميزاجور كيما يحب هو. انت لاحظ السمارت فون ساعات دو طون طون يخرج لك كل فنيتر يقول لك يا ميزاجور، هو يبدا وحده يعمل في الميزاجور. معناها احنا حسب العباد اللي عايشين معاه، كي نمشيو للخدمه، كي نقفوا في الخضار، كي نتعاملوا مع اولادنا، كي نمشيو للبوسطه، كي نمشيو للبنك، ريت الانتراكسيون هذوما الكل قاعدين يعملوا في دي ميساجور للالغوريتمات اللي في مخاخنا، معلومات جديده تدخل. ملي كان انت مثلا في انفيرونمون اللي دخلك برشا ضغط، برشا معلومات نتاع ضغط، برشا معلومات سلبيه، برشا حاجات خايبه اونتر غيومي، لكن انت ما تعملش الميساجور وتنظف وتمشي للكوربي وتعمل فيدي كوربي، ما يقعد الشيء هذاك، يقعد في مخك. دونك هام برشا باش تقرا ديما. علاش انا توا ديما نقول اقرا واقرا خير اقرا خير، العباد تقول لك ما عنديش وقت، والله العظيم ماهيش حكايه وقت، حكايه دي شوا دو في. انا توا نعمل في البودكاست هذا الوغ كو الصباح كامل برا عندي قضيات وتعب ومازلت ما طيبتش الفطور، اي بورتون قعدت نجاوب في المراه هذيا وحليت التابلت خاطر صبيته انا الكتاب، قريت والله درج ولا درجين، الكل في الكل معناها درج ولا درجين، خاطر طيبت قهوه اخرى باش نركع مخي تلمو نرفزوني معناها مشيت نقضي في قضيه برا في اداره. حتى نحكي لكم تيان ما انوش في القهوه اكد درج درجين، قريت 3 باج وفيهم الفكره الهامه هذه نتاع فن الانسجام، نفس الفكره كنت نجم نتفرج عليها في فيديو، والله لا تلصق في مخك، لا تعمل لك ميزاجور قد ما كي تقراها، خاطر كي تقراها تبدا عينيك تخزر للكتيبه، المخ نتاعك يبدا يصنع كيما نقولوا اسباس كبير للمعلومات هذه، يصنع لها ليماجينير نتاعها، ومش كيما تتفرج في التصويره، التصويره تاخذ لك برشا طاقه اون فيت، والتصويره تعدي لك الطاقه نتاعها، بيان سور فما تصاور باهيين وفما دي فيديو باهيين، اما باش تزرع البذره افكار معينه في مخك تبعني اسمع كلامي. ريت انت مثلا امراه ماشيه طيب اقرا درج درجين قبل ما تدخل كوجين، اكل 3-4 جمل 3-4 افكار كيما هكا تو فن الانسجام، باش نحكي لكم عليه، باش نمشي نطيب الفطور ونخمم فيه فن الانسجام هذا، باش نزيد نحاول نحقق فن الانسجام في روحي، اخاطر في التنميه البشريه والروحانيات وذا الكل راهي المعلومات متوفره، راهي يعني مش صعيبه المعلومه موجوده بارتو، فايده في التطبيق، فايده في التطبيق، التطبيق هو الصعيب، والامتحانات الحقيقيه في الحياه هي هذه اللي تعرف كيفاش تحقق مثلا فن الانسجام والتمركز في الذات والفصل كان لزم مع الاخرين. عندي لوسون كامله في الفورماسيون لايف كوتشينغ، التمركز في الذات والفصل مع الاخرين، افصل افصل، وعندي تمرين نعطيه معناتها لي بارتيسيبون، تفصل معناها تفصل مش معناها تولي ما تحبهمش وتعمل مشاكل وتعارك معاهم، لا لا، نقعدوا خيي نقعدوا حبيبات، اي كومبري كان راجلك ولا مرتك ولا ولادك ولا بوك وامك ولا عارفك في الخدمه ولا شوفور الكار اللي انت تطلع معاه، بكل اخويه اما تفصل. اش معناها تفصل؟ معناها هاي الحدود نتاعي، هاي الحد، انا يا سيدي مانيش مطالبه منك باش انت تفهمني ولا تحس بيا ولا تشجع، نطلب الواش، نطلب الواش، انا ما انا جو سوي اوتونوم، انا كامله، انت انسان خلقك ربي في احسن تقويم، ما تستحق حتى شيء من برا، tu n'as pas besoin d'être validé، فهمت؟ دونك كي تقرا ديما تحاول تقرا
كلي تقراه يدخل مخك يعمل لك ميساجور جديده يعاونك باش تحقق مثلا فن الانسجام في الحقيقه باش تطبق الافكار في الواقع. مثلا ناخذ اكزامبل، نحكي انا الاكزامبل نتاعي والاكزامبل نتاع المراه اللي حكيت لكم عليها اللي قولي قعدت نفسر له في الاخر فهمت ماني، قالت لي هو راجلي مش خايب ماني، فمش علاش انا باش نخمم نتفارق معاه وكل، اما خاطر ما يفهمنيش درج نوض يودي شي مكفي. قلت لها هو حر يخمم كيما يحب، هو مثلا بريت تاي اوكي، انت قدامك بريت فيه تاي وانت تقول له نحب قهوه، تو هو البريت فيه تاي منين يمشي يجيبها لك القهوه؟ فهمت انت تشد الصحيح لي نحب قهوه نحب قهوه يا رسول الله، البريد فيه تاي ما ينجمش يعطيك قهوة. انت طالبة منه باش يفهمك يفهم البروجي اللي عندك في مخك والحاجة اللي انت مقتنعة بيها، ما ينجمش يفهمك خاطر ما عندوش اللوجيسيال هذاك اللي في مخك. شو واش كنت بدير؟ ناخذ اكزامبل اخر باش يعاوننا نفهمه أهمية موضوع الحدود هذا والتمركز في الذات وكوني ما نستحقش الآخرين، ما نستحقش مش معناها ما نعيش معاهم زادة ونمشي نعيش في غابة ولا في كهف، با دي تو، ما نستحقش. دونك نخرج من الديبوندونس، نخرج من التعلق، نخرج من السلبية، نخرج ماك البوزوان تاع نحبهم يخزروا لي ولا يضحكوا لي ولا يقولوا لي ايه عندك الحق ولا يصفقوا لي. كي تخرج من البوزوان هذوما الكل والله العظيم تولي علاقتك مع العباد الكل محلاها، خاطر انت ماك مستحق حتى شيء. دونك انت كان حبيت تعطي حاجه من عندك، تتبسم من عندك، تعطي نصيحه من عندك هكا، ولا تبسمك في وجه اخيك صدقه. اما انت ماكش مستحق باش يفهموك وباش يقولوا لك عندك الحق ولا باش يصفقوا لك ولا باش يخزروا لك ولا وتدخل معاهم في نقاش وهكا ايه وهكا لا، ماكش مستحق. واللي تعمل فيه ذاك الكل يسلب لك في طاقتك في الفارغ. الحدود الحدود، ناخذ ان ديرنيغ اكزامبل، انا مشيت في قضيه نقضي في قضيه في ادار وضيعت برشا وقت وقعدت ياسر نستنى والامور مش منظمه والصف مش واضح، وبعد حسيت اللي فما كيما المانيبيولاسيون ولا كيفاش فما عباد تحب تدخل قبل وفما ناس في الادارات مالوغوزمون ماذا بيه كيفاش يلقى فورميل باش ينقص على روحو الخدمه يقول لا تو ما عادش تو باش نسكرو مثلا. دونك انا اللي تروحي في وضعيه اللي جو مو سون اغريسي، معناها الحدود نتاعي مش محميه. اغلبيتنا نحسوا الوضعيه هذه سورتو كي نمشيو نقضيو قضيات في الادارات ويعطلونا وكل، لا رياكسيون نورمال كونك تتغشش تتغشش اور لي، ما لازمكش تتغشش، لازمك جوست تقف في الحدود نتاعك، تقف تتمركز في الحدود نتاعك. ريت كيما شجره، ريت كيما نخله، شو النخله مطولها وشو الجذع نتاعها قداش يظهر هكا صغير وذميم، اما شفت النخله مطوله وما يزعزعها حتى شيء، الريح يمشي ويجي ما يزعزعهاش. دونك انت تتمركز في الحدود وبتبسم. دونك انا ذاك شو عملت؟ تبسمت، مشيت للراجل قلت له سامحني انت شنو قلت بلي بالضبط؟ سامحوني كيفاش؟ قلت له ما عادش معناها نروح انا توا، انا راني جيت بالصباح وشاد الصف عندي قداش. دونك من غير عياط قلت له سامحني بلي انت شنو قلت؟ ما فهمتكش معناها ما نجمش اليوم، علاه شنو هو المشكل بالضبط؟ حطيته قدام الامر الواقع باش يجاوبني، ما عادش عندك الاوراق اللي تخدم. قال لي لا وانا ما نخلطش ودرا شنو. قلت له لا معناها ماذا بيا تجاوبني، ندرا اليوم نجم انا نتعدى ولا كي. دونك تجاوب العباد وتثبت لهم اللي انت موجود وعندك حدود وما عندهمش الحق يتعداو عليها، فهمت؟ تحط قدام الامر الواقع مثلا كي تبدا هكا اداره وصف وكذا، خزرت لهم الناس كل قلت لهم بلي هو وين الصف بالضبط؟ شكون الاول وشكون الاخر؟ والله حقكم تعملوا معناها حتى ديتيكيت حتى بالاوراق، تبدا الامور منظمه من غير ما نقعدوا الناس الكل ستريسي، اي هذا شكون قبل وهذا شكون بعده، عرفتك اللي ساعتين وفي السخانه نتاع جويليا والناس الكل تحس الطاقه نتاعهم مسلوبه في يخزروا لبعض شكون باش يتعدى الاول وشكون. انت علاه يا رسول الله علاش؟ انت مو طري في نظام، طري في نظام، انتوما الناس كل رابحه كل سوا الناس اللي شاده الصف ولا الناس اللي تخدم. علاش هما الغرب متقدمين علينا؟ علاش؟ خاطر نظام. كما قال فما تقريب رئيس اسرائيلي ولا حاجه قال وقت اللي العرب يوليو يشدوا الصف وقت نخافوا منهم، اما تو ما نخافوش منهم دونك ماهمش منظمين معناها. انا والله ما حبيتش نكون سلبيه، بالعكس تبسمت للناس الكل
خاطر انا كانوا باش يخرجوني كيما نقولوا يقولوا لي لا الصفو فيه خاطر انا مشيت نعمل في فوتوكوبي ورجعت سي كومبليكي. مي انا قلت ليه والله هاني قاعده ومحليها بلادنا وغير ننظموا رواحنا شويه بكل حب وبالبسمه وبال مي او ميم طون افيك فيرموتي. معناها هذه هذا حقي باش نتعدى دونك نتعدى حد ما عنده مزيه على حد. اذا زاد انا غلطه مثلا نقصتني ورقه ولا اليا ان بروبليم دو مون كوتي زاد من غير غش نمشي على روحي من غير غش. يعني الحدود هذه فكره الحدود هامه جدا. لا تخلي شكون يتعدى عليك لا انت تتعدى على بيت. لا تبدا تستنى انت شكون باش يفاليديك ويقول لك ايه عندك الحق. لا تمشي انت بالسيف تفرض افكارك وتفرض ارائك على العباد. كل حد يشد له المربع نتاعو وكي يشد المربع نتاعو والله العظيمة تولي الحياة جنة، تولي جنة على وجه الارض. حتى كيف بكري هكا زادة مع الفورماسيون عطيت اكزامبل اخر. حتى كيف تبدا انت مثلا كيما في الليل تبدا راقد تجي كعبة وشوشة تبدا تظن تبدا تدور عليك وتجي واحدة اخرى تجي واحدة اخرى ريت ثلاثة أربعة وشوشات يدوروا بيك يمصولك دمك يفزولك ليلتك معاش نجم ترقد. بورتون كعبة الوشوش بحض البشر معناتها لا كومبلكسيتي لانتيليجونس دو ليتر هومان معناها كعبة وشوشة هدرة فارغة معناها. اي بورتون لكان هما الوشوشات هذوما قادرين باش يتعداو الحدود نتاعك ويدخلوا للبو نتاعك ويمصولك دمك اي با يفزولك ليلتك وما ترقدش. دونك ما تحقر حد شيء. ريت العباد اللي في الشارع ساعات فما عباد كيلو شويشة اون فيت فما عباد كيلو شويشة تلقاه ما يتكلمش بالقوي ما يعيطش اما ساعات هكا كلمة صغيرة ساعات غزرة ساعات طريقة باش يتعدى قدامك كيلو شويشة يبدا يمصلك في طاقتك فهمت. دونك انت كون ديما كيما نعمل هكا واعي ومركز باش ما تخليش الوشويشة هذه خاطر فما كيما نقولوا سيوده معناها فما شكون يهجم طول ما يحب يفك لك طاقتك يحب يفترسك كيما نقولوا فهمت. وفما زاد الوشوش تجيك هكا تجيك تستناك انت تبدا تعب وراقد ووقتها تسقط عليك. والله العظيم جو كونكلو افيك سا الطبيعه الطبيعه سي لو ميور ميتر كون بو افوار. تعلمك كل شيء الطبيعه. انت كي تتفرج في ناشيونال جيوغرافيك ولا تدخل نتفليكس تفرج مثلا نوتر بلانيت ولا سيري اخرى اسمها لي موند اكسترا تيغستر. فما سيري اخرى في مش في نتفليكس في جوجل تكتب ايفولف ايفولف معناها ايفولوي بالانجلي بيونت هي والله انا وقت اخويا خلص هي بيونت فهمت ايفولف بالانجلي حاجه فريمون ما ياسر تعلمك ومش حتى هذوما تو سامبلومون تدخل تكتب نوتر بلانيت ولا فما الصغار دي سيري كيما زابينغ سوفاج كل مره يحكيو على حاجه استراتيجي معينة عند الحوت الفلاني عند الزرافة الفلاني عند الفيل عند النمال الاستراتيجي دون لو موند انيمال اللي هما في الحقيقة قاعدين يفسروا لنا احنا البشر هام الاستراتيجي دون لي غولاسيون هومان انتر لي زومان. غير انت ركز باش تفهم وتستوعب وهكيك تحسن حياتك مش تعدي الليلة سهر في التيك توك وفي الانستغرام في هداري فارغة اللي يزيدوا يمصولك وشويشة هذوك. ريت اللي فيديو كوخت متاع الانستغرام والتيك توك بالضبط كيما الوشويشة في الصيف يمصولك دمك بشوي بشوي يسلوا لك طاقتك سورتو طاقة التفكير والتركيز ومن بعد تقول انا والله نجم نركز باش نقرا كتاب والله نجم نركز باش نتفرج على فيلم كامل. ها ما سي نورمال خاطرك خليت معناها الوشوشات هذوما لي فيروس ولا لي بوتي موستيك يمصوا لك طاقتك. حسيلو نمشي نتايم الفطور دونك ونخليكم مع الفكره هذه. استحفظ على حدودك ما تخلي حد حد يتعدى على حدودك كسوسوا بالعنف والا هكا بطريقه هكا انسيديوز كيما الوشوشه. واقرا اقرا خير خاطر لا كونيسونس سي لو بوفوار.